السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. تحياتي للجميع. تولوا معنا في هذا الكوار ديال الكلاسي ستاندر تبارك الله. واحد طر من مقله نزلنا هذا الفيديو هذا، قلنا الحمام ديال الكلاسي نورمالمون ما خصوش يكون طيح الجنحين تحت الزنيطه. عاوتاني قال لك انت بيا شراي ما كتفهمش في هذا الكلاسي، علاش دخلتي هذا الكلاسي؟ هاو كيهضرونا، كنكونوا ساكتين كنعرفو كيهضرو، خا مكنبغيوش نهضرو لهم في الفيديو سيدا تعاطاو مع بنادم حيت ما كنعرفوش. اول حاجه حمام الراسه دائما المنبع ديالو هي مدينه طنجه، ما عادش برتو هاد الحمام هذا. ثاني حاجه بيع وشرا، كنفتخر براسي بيع شر، علاش بيع وشرا وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. وهاد الذكر هذا اللي شفتو اللي هضرت عليه اللي قلتي لا كلاسي نورمال مخصو يكون طيح الجنحين، ملي كتهضر وكتناقض مع راسك كتقول الحمام داك كلاسي كان قديم جنحين طيحين. اذا كان قديم جنحين طيحين، اذا كان قديم جنحين طيحين، اذا دابا شنو كاين؟ اذا دابا هو هذا مقطب، ونورمالمون ما عمرو كان كلاسي مطيح الجنحين. هذه هي نزيدها لك في راسك، هذه ما عمرو كان جنحين كلاسي جنحين طيح، كلاسي دائما مقطب بحال هذا، هذا هو الكويربو ديالو. وكتعيب على الذكر هذا، الذكر في العنق ديالو غليظ ما طابت حرقات، هذا الذكر هذا تعجن ديك الحمام اللي عندك كلاسي كامل اللي كتنصب بهم على عباد الله. علاش ما عجبكش ملي دخلت انا قلت ها ستاندر ديال كلاسي؟ ما خصكش بنادم يعرف ستاندر ديال كلاسي، ما خصكش يعرفوا حيت انا كداحيلهم غير اللي مطيحين الجنحين، وكتخلي راسك ما كتبينش ديك اللي مقطبين ما كتبينهمش. حتى شي واحد كيخلص مزيان عاد كتدخل عنده بريفي كتسرد له كتضربو من الودنين. اما الحمام اللي ستاندر ديال كلاسي هو هذا حبيبي، ها هو فين انا قلت لك هذا تعجن ديك الحمام اللي عندك كاملين، وما تخرجش هاد بالومو هذا، بالومو كيهضر على راسو من احسن الدموم.